السلام عليكم. السلام عليكم. موضوعنا النهارده زي ما انتم شايفين الناس اللي بتتكلم بداية سلسلة جديدة بعنوان الأسرة المسيحية المثالية. طبعا كلمة المثالية دي يعني موضوع بنسعى كلنا ليه، صعب الوصول إليه بس بنجتهد إن احنا نوصل. فما يعني ما حدش يقارن نفسه بالمثالية بس هنسعى ليها. علماء الاجتماع كتير منهم قال ان اي فترة زواج بتمر بثلاث مراحل، كل مرحلة بتبقى كل 7 سنين. يعني دايما في بداية الزواج لسه في جمال البدايات والانبهار في الاول بكل طرف اخر، واحدة في واحدة بيتقفل عليهم باب وبيبتدوا يعرفوا حاجات ما كانوش يعرفوها عن بعض. فانت بتبتدي تعرف لما بتقرب قوي من شريك حياتك بتعرف عنه حاجات ما كنتش عارفها، وبتعرف عن نفسك حاجات ما كنتش عارفها قبل كده. يعني احيانا تكتشف ان انا كده، انا وحش كده، ما كنتش اعرف. طيب كل 7 سنين في كده مايلستون، لو عديته اول واحده غالبا بيبقى في مشكله كبيره بعد 7 سنين. ده في كل الدنيا، عديته اول واحد على خير، طب في مشكله تانية مستنياك بعد 14 سنه، بعد 7 سنين كمان عديتوها على خير، في واحده ثالثه ودي الاخيره. الاخيره دي بعد 21 سنه من الجواز. طيب دي اللي بعد كده خلاص انتوا بتتعودوا على بعض، بتتسيستموا على بعض، او كل واحد بيتسيستم على حياته الجديده، بيغير من نفسه او بيتقبل الاخر وخلاص. فالمشاكل غالبا المفروض تقل مع رتم الحياه السريع. ممكن ال7 سنين دول يقلوا، يبقوا كل 5 سنين، كل 6 سنين، بس موجودين. عشان كده ممكن نلاقي في العالم الخارجي بعد 7 سنين جواز انفصل. ايه اللي حصل؟ لا ما ده الطبيعي. طب الكنيسه هنا؟ لا مفيش، عدوها سوا. هتعدوها، هتقدروا، ربنا معاكم وهتقدروا. طيب النهاردة شوية دعوة من كل واحد، وانا اولكم نقف مع نفسنا ونشوف هل انا زوج مثالي، هل هي زوجة مثالية. كل واحد يكلم نفسه، يحاول يعني يشوف ايه الغلط، ايه الصح، ايه المفروض يعمله، ايه المفروض ما يعملوش. طيب الزواج في العالم غالبا 3 حاجات. اول حاجه رغبه بشريه، يعني 2 بيرتاحوا لبعض وبيتفقوا ان هم يكملوا حياتهم مع بعض او يكملوا جزء من المستقبل مع بعض، عشان احنا بنتكلم في العالم. بعد كده اعلام اشهار على حسب الطقوس او العادات والتقاليد الموجوده في كل مكان او في كل عند كل مجموعه او عند كل مجتمع. والتوثيق، التوثيق ده بتبقى حاجات حكوميه بالاكتر، الحاجات اللي تضمن حقوق الاطفال والزوج والزوجه وايه اللي هيحصل في حاله الاختلاف او الانفصال لا قدر الله. ده في العالم. طب في المسيحيه، الزواج في المسيحيه نفس الكلام اللي فات زائد حاجات تانية. في المسيحيه هي اقدس علاقه ما بين اثنين واثبت علاقه ما بين اثنين، جايه من ثبات. طيب ليه اقدس وليه اثبت؟ احنا عارفين الآية الشهيرة الذي جمعه الله لا يفرقه إنسان، دي في إنجيل متى، إنجيل معلمنا متى إصحاح 19، وده الإنجيل اللي بيتقري في صلاة الإكليل. خلينا نرجع بالزمن شوية، سفر التكوين أول إصحاح، أول إصحاح في الكتاب المقدس. ربنا هو بيتكلم أدم وحواء، الكتاب المقدس بيقول وباركهم الله وقال لهم أثمروا واكسروا
واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. شوف أول آية هنا في الآية، أول كلمة، وباركهم الله وقال لهم أثمروا واكسبوا. طيب بعد كده لما الإنسان فسد والناس بعدوا عن ربنا وكل واحد بقى بيفعل الشر اللي في عينه، وربنا اداهم تحذيرات واداهم نوح قعد كام سنة عشرات السنين يقول لهم اللي انتوا بتعملوه ده نهايته وحشة مفيش فايدة. طيب خلاص مش هقدر اغيركم كلكم، اللي مش راضي عن اللي هو فيه يجي معايا، هنبتدي جديد، احنا راضيين عن اللي احنا فيه. طيب فلما خرجوا بعد الطوفان ابتدى العالم من الصفر تاني، بس نوح وزوجته وأطفاله وأولاده. فنرجع تاني ربنا الكتاب المقدس يقول وبارك الله نوح وبنيه وقال لهم أثمروا واكسروا واملأوا الأرض كلها. رجعنا تاني ربنا تاني الآية اللي قالها لآدم وحواء والإنسان بشره رفض بركة ربنا، رجع تاني قالها لنوح أثمروا واكسروا باركهم. طيب من طقس الكليم في الكنيسة أبونا بيصلي بيقول كللهما بالمجد والكرامة أيها الآب أمين، باركهما أيها الإبن الوحيد أمين، قدسهما أيها الروح القدس. وبيقول الآباء إن دي أقدس لحظة في صلاة الكليم، ده لحظة حلول الروح القدس على العريس والعروسة أنهم يخليهم اتنين، دي أقدس لحظة. لو تلاحظوا هنا في حاجة مشابهة لوبارك الله آدم وبارك الله نوح، احنا بنطلب من ربنا ايه؟ باركهما، كملهما بالمجد، باركهما، قدسهما. فاحنا كده بنطلب اللي ربنا عمله مع آدم ومع نوح البركة، يقول لهم ايه؟ ربنا يعني هو يباركهم ويقول لكم اثمروا واكثروا واملأوا الأرض، يبقى نسلك زي عدد نجوم السماء وكرمل البحر. طيب فاحنا كده فكرة البركة، بركة ربنا في الزواج، ده عمل إلهي مبارك من آدم نوح وإلى انقضاء الظهر الكنيسة بتمارسه. طيب آدم لما ربنا خرج لوحده في الأول وجاب له الحيوانات يطلق عليها أسماء ويقعد معاها، فآدم كان بيبص على الحيوانات، كل حيوان معاه الحيوان التاني بتاعه، الميل والفيميل بتاعه، المعين يساعده، حد يعمل حاجة وحد يساعده في حاجة. أما آدم نفسه، آدم لوحده ملقاش لنفسه معين نظير. يعني إيه معين؟ حد يساعده على الحياة، هو حاسس بالوحدة، حاسس إن في حاجة ناقصة فيه. طب نظير يعني إيه؟ شبهه، نظير حاجة زيه بالظبط كده، يعني نفس النوع والشكل بس يبقى في تكامل ما بينهم، مش هو هو، لا، في حاجة يكملوا بعض فيها وفي نفس الوقت ينجذبوا البعض بيها. طيب فربنا زي ما خلق آدم في شكل مثالي على صورتنا وكشبهنا، في نفس الوقت حط فيه حاجة انه لوحده ما يقدرش، he cannot survive by himself، لازم حواء تجيله. فوقال الرب الاله ليس جيدا ان يكون ادم وحده فاصنع له معينا نظيره، حتى يساعده، نظيره منه، من ميته، من عجنته، نفسه شكله. معين معناه انه هيكمل الحاجات والنواقص اللي موجودة في آدم، بيكملوا. ففي ما بينهم هيبقى اختلافات تكاملية، بيكملوا بعض. آدم يقدر يعمل حاجة حواء ما تقدرش تعملها، بس تقدر تعمل حاجة تانية. طيب فالبداية ايه؟ دي اول عملية جراحية في التاريخ، فأوقع الرب الإله ثباتا على آدم فنام. بداية اي عملية جراحية تخدير. لو ربنا ما عملش كده كان آدم هيفضل فاكر الألم اللي حصل له من وجود حواء، إنما هو ربنا بحكمته أوقع عليه ثبات
خلاص هو مش هيحس بألم العملية دي. طيب فأخذ واحدة من أضلاعه، ما قالش فين بالظبط من الأضلاع، بس لو هنتخيل يعني أنا ممكن أتخيل إن هي حاجة كده عند القلب اللي هو يحس الحتة دي عندي فين هي. طيب وملأ مكانها لحما. طب ما كان ربنا كان ممكن يخلق مكانها ضلع تاني وآدم ينام ويصحى ويلاقي مفيش حاجة حصلت فيقول أنا نمت ليه؟ عادي نمت. لا وانت نايم أنا خدت منك ضلع وعملت بيه حول. لا ما هو موجود اهو. فهو ربنا حب يسيب لآدم إثبات إن ده حصل فعلا، فملأ مكانها لحما، ممكن قطرة شوية، ممكن في ندبة سايبها له عشان يبقى عارف أنا ناقصني حاجة اتخذت مني هي فين. طيب وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة. خدوا بالكم الفرق ما بين بنى الضلع وبين ملأ مكانه. يعني مثلا هل ربنا خد الضلع ده وملأ حواليه حواء وكانت حواء دي حاجة تانية غير آدم بس جواها الضلع ده بس هو بتاع آدم؟ لا. أمال إيه؟ بنى الرب الإله الضلع. الضلع ده عارفين معجزة إشباع الجموع لما من 5 خبزات ربنا قدر يدي أكل 5000 واحد غير النساء والأطفال وكفوا؟ لا ده الضلع اللي اتخذ من آدم ده كفة يعمل بيه يبني بيه حواء كلها. يعني حواء كلها من الضلع ده. يعني لما آدم يسأل أنا اللي ناقصني ده فين؟ مش حتى في حواء، هي كلها على بعض مكانها هنا. طيب آية جميلة قوي. عارفين في طقس الإكليل إن الأب بينكش بنته كده وبيدخل بيها للكنيسة لحد باب الكنيسة وكأنه بيديها بيسلمها لزوجها، بيقول له خد بالك منها، دي أعز مقاملك، دي أنا قضيت فيها وقت كتير أهتم بيها، دي حتى مني. ربنا عمل كده في حواء الآن وأحضرها إلى آدم. أنا متخيل إن دي ممكن تبقى مراسم زفاف، حاجة بس رب قديمة بداية ربنا اللي عاملها، ماسك حواء تعالي ما تخافيش وبيسلمها لآدم. فالمفروض هدية غالية يحافظ عليها. فدي تقريبا نفس اللي حصل، بس حواء ما كانش ليها أب، بس كان أبوها هو ربنا، هو اللي أحضرها لآدم. لو نفتكر في طقس الإكليل أبونا بيحط لفافة على إيد العريس والعروسة، حاجة كده الكنيسة بتقول لنا في سر بيحصل هنا، ربنا بيمسك إيديها وبيحضرها ليه زي ما أحضرها لآدم. في عمل سرائري إحنا مش شايفينه بس عارفينه. طيب فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تضع امرأة لأنها من امرئ أخذت. عارفين الآية اللي في متى 19 لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتصل بامرأته ويكونان الإنسان جسدا واحدا. دي مش معلمنا متى اللي قايلها، ده دي مذكورة في سفر التكوين، هو واخدها من سفر التكوين. السيد المسيح لما قالها للناس اللي بيجايين يكلموني أشوف موضوع الزواج قالها لهم بيكلمهم من العهد القديم. فالآية دي موجودة منذ القدم، تكوين الإصحاح الثاني بعد ما ربنا خلق، هي دي تكوين الإصحاح الثاني. طيب فكده دي الرجل زي ما عليه مسؤولية إن هو يسيب بيته القديم، يسيب أمه ويسيب أبوه ويلتصق بامراته، يبقوا واحد زي ما ادم وحواء كانوا جسد واحد. جسد واحد. طيب المسؤوليه تجاه الزوجه ربنا اداها لها في سفر التكوين الاصحاح الثالث، هترجعي تاني والى رجلك يكون اشتياقك. يعني تحس ان ربنا بيزق الراجل، بيزق ادم على حواء، انت هتسيب بيتك وهتروح لها هي بس، وبيزق حواء على آدم وإلى رجلك هيكون اشتياقك. فمتى 19 هو ده نحفظه أو نعرفه، ده الإنجيل اللي بيتقرأ
في صلاة الإكليل من أجل هذا يترك الرجل أباهم ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسد واحد إذ ليس بعد اثنين بل جسد واحد. ده كان على لسان السيد المسيح من العهد القديم. طيب احنا عارفين الزواج في المسيحية ما ينفعش نستبدل الشريك خلاص، يعني انت ارتبطت بواحدة، واحدة ارتبطت بواحد، خلاص صعب جدا جدا ان العلاقة دي عشان تبقى علاقة مقدسة ده معه الله ما ينفعش نغيره. لا ينفعني لا لا يؤيب انسان لا يفرقه انسان. طيب تخيل لو انسان مهنته دقيقة جدا زي مثلا دكتور جراح وبيعمل عمليات دقيقة جدا وهو مش مستقر في اسرته، على طول في خلاف مع زوجته ايا كان مين الغلطان، ده هيأثر عليه. وبرضه لو دكتورة مثلا او اي كانت مهنة وهي مش مستقرة في حياتها مع زوجها هيأثر عليها، مش هتقدر تدي لمستقبلها، مش هتقدر تدي لمهنتها وتاخد بالها من مستقبلها وفي مشاكل يؤثر على علاقات الاخر مع الاخرين. تلاقي بعض للاسف شخصيات ممكن يكون فيها مشاكل نفسيه ويحاول طرف يبعد الطرف الثاني عن اصحابه وعن اهله وعن اسرته. طيب ماشي، هو احنا بنبعد بس مش بنقطع، مش ممنوع ان احنا نكلمهم ثاني او نقابلهم ثاني. تلاقي واحد يقول لواحده ممنوع تزوري امك او ممنوع هي تجي لك او العكس صحيح. فلو حاجه زي كده حصلت يبقوا الناس بعيد عن ربنا مش فاهمين ازاي ما جمعه الله المفروض يمشي ازاي. فطبعا بتبقى حاجه سيئه جدا للاسف لما بتتشاف في زيجات مسيحيه يعني. وطبعا ده بعد كده بنشوف بتاثر على الاطفال وبنلاقي اطفال كتير بتبعد عن البيوت المسيحيه. راحوا فين؟ اتخطفوا؟ هم مخطوفين من بدري، من قبل ما يتخطفوا جسديا مخطوفين نفسيا، مش شايفين في الاب والام اللي المفروض يشوفوه. يؤثر على خلاص النفس الاخر. بمعنى عارفين سليمان لما جه قال ان كويس ان يكون اثنين ماشيين سوا لانه اذا سقط واحد يقومه الاخر، الثاني يقومه. تعالى لو هنبص الموضوع ده على يعني من نظره روحيه، ان لو واحد بيبتدي يبعد عن ربنا يروح اماكن مش كويسه يعمل حاجات مش كويسه، في طرف تاني ممكن يشده وفي طرف تاني ممكن يزقه ويجري معاه في الطرف في الطريق الوحش. يعني ممكن تلاقي اتنين يشجعوا بعض تعالوا نصوم الصوم من اوله فوش هزار، العيال هيصوموا معانا بس ناخد حل من ابونا يشربوا لبن او ياكلوا بيض او ويعرفوا العيال تعالوا نعترف سوا. فتلاقي الطرفين مع بعض يشجعوا بعض. المسيح لما ارسل رسله قبليه يروحوا البلاد علشان يجهزوها لما المسيح يزورها يبقوا عارفين ايه اللي بيحصل، فارسلهم اثنين امام وجهه. ليه اثنين؟ لو واحد هيخور في الطريق التاني يسنده، هما لسه ما قبلوش الروح القدس، لسه كانوا في بداياتهم، لسه مش الرسل بالمعنى اللي احنا عرفناه بعد كده. فمهم جدا ان الطرفين يهتموا ويسعوا كل واحد يبقى عارف ان هو هيطرف انه الطرف الاخر يخلص او لا، نسعى ان احنا الاثنين نخلص. هو حاجة زي وين وين سيتويشن، احنا الاثنين كسبنا احنا الاثنين خسرنا، مفيش حاجة اسمها طرف يكسب والطرف الثاني هيبقى خسران. لو الطرف الثاني خسران اكيد الطرف الاخر خسران برضو، ما ينفعش واحد يبقى بيك كسبان وواحد خسران في العلاقة دي، هي يا وين وين يا لوز لوز. طيب لو حد لسه ما ارتبطش ممكن يمشي بالحاجات دي، ولو حد ارتبط ممكن يمشي بالحاجات دي بس من وجهة نظر اخرى. بمعنى انت دلوقتي في بيتك محتاج تصلي ربنا انه يخليك مناسب لشريك حياتك لو في مشاكل. محتاج تفكر انا ممكن اعمل ايه بيضايق الطرف الاخر، ممكن يعني ما اعملوش، ممكن اعمل ايه يفرح الطرف الاخر اعمله. كل واحد لو الطرفين يعني عارف القفه مو اتنين، ما ينفعش واحد يبقى شايل قفه واحده بس هتقع،
لازم الاثنين يبذلوا مجهود كبير عشان الدنيا تنجح. مشهورة في حالة الاحتياج دلوقتي الكنيسة بتقدم كورسات للناس المقبلين عشان عارفة ان يعني مع العصر السرعة والانفتاح الانترنت كل الناس بتستقي معلومات من اماكن قد تكون غلط، ممكن يكون نظرتهم للعلاقة المقدسة دي نظرة خاطئة، نظرة غير مكتملة، مش مجمعه الله. فعشان كده في كورسات للمشورة بحيث الناس تقدر تقرب من بعض وتفهم، كل واحد يفهم الطرف الآخر منتظر منه ايه. غالبا العشم الزايد بيسبب مشاكل، يعني بدايات المشاكل دي ان انا ما كنتش منتظر منك كده او ما كنتش منتظر منك كده. دايما احنا في زواجنا المسيحي مش هنخلي الموضوع على الدور البشري بس، يا رب احنا عملنا اللي نقدر عليه او بنحاول نقدر نعمل اللي نقدر عليه، انت كمل معانا يا رب. ربنا دايما لما بيجي يدي حاجة بيحط شرط، لازم تعمل مجهود عشان تاخدها. هقول لكم العذر بس لازم تشيلوا الصخر، هنكمل شوية وهنعرف حاجات اكتر في الموضوع ده. طالما بنتكلم عن الزواج، من القصص الظريفة جدا في الموضوع يعني في عن الموضوع ده في الكتاب المقدس إسحاق ورفقة، حاجة كده فانسي أو حاجة خيالية. إحنا الأول عارفين إن إبراهيم ربنا قال له اخرج من أرضك وسيب عشيرتك وروح للأرض الغريبة اللي أنت ما تعرفش فيها حد، اللي أنا أريك إياها، التي أنا أريك إياها. فهو ساب كل حاجة وسمع كلام ربنا. إبراهيم كان مطيع جدا، أبونا إبراهيم كان مطيع جدا لربنا، حاضر، ساب كل بيته وأسرته وكل حاجة وراح بلد غريبة قعد فيها. حتى البلد الغريبة دي ما كانوش يعرفوا ربنا، ما كانوش بيعبدوا ربنا. عشان كده لما جه يختار عروسة لابنه، خدوا بالكم من حاجة هنا، إن إسحاق خد بمشورة أبوه. يعني لما أبوه قال له خليني أختار لك، ما قالوش لا اللي أنا شوفه، قال له طيب اختار لي. إبراهيم كان شيخ، راجل كبير عنده كام سنة، فهو كان بعت ابنه، بعت الخادم بتاعه وقال له استحلفك بالله ان انت ما تاخدش زوجة لابني من الناس اللي حوالينا، جايز انا يحصل لي حاجة ما تشجعوش، لا ده انت تروح لبلدي لأهلي وتاخد زوجة لابني منه. فهو كان وهو بيزق الخادم بتاعه يلا روح، قال له ايه، الرب إله السماء هو يرسل ملاكه امامك فتأخذ زوجة لابني من هناك. العبد كان ظريف جدا وكان مطيع لسيده وكان بيحب سيده وخايف على مصلحته. فكان وهو ماشي بيقول ايه، ايها الرب اله سيدي ابراهيم يسر لي اليوم، سهل لي الدنيا واصنع لطفا الى سيدي ابراهيم. بيدعي ربنا ان هو يعمل حاجة كويسة لسيده، ده بينه وبين نفسه. طيب بعد كده في قصة معروفة ان هو قال انا اول بنت هسألها عاوز اشرب، تديني اشرب وتدي الجمال ايضا تبقى هي دي. طبعا الموضوع اللي هو العلامة من ربنا ده ما بيجيش كده، يعني ينفعش واحد يروح الكنيسة يقول اول واحدة هتعزمني على بيبسي يبقى هي دي، لا مش كده خالص، لا. بس هو ربنا اراد في الموضوع ده ان في الوقت ده هو اللي يحصل كده. بس اللي بنعرفه ان يعني اباء كتير بيقولوا ان اللي طريقه على طول اخضر ده يبقى غالبا ده طريق ربنا، واللي على طريقه اخضر يعني اشارات خضراء اشارات مفتوحه غالبا ده طريق ربنا او الطريق اللي ربنا يقولك هيسهلهولك هيخلي الدنيا متاحه ليك. اللي طريقه على طول اشارات حمراء هو يكابر وربنا يبعت له رساله ويكابر يتلاشاها، الاشاره هنا حمراء هحاول كده واكمل، غالبا يعني لو ركب دماغه مش بتبقى احسن حاجة يعني. طيب لما حصل ان هو قال لرفقة اعطيني اشرب وفعلا حصل الاتفاق اللي كان متفق مع ربنا، حتى الكتاب المقدس بيقول انه وهو لسه بيفكر في الكلام، يعني لسه بيفكر لقاها جاية اول واحدة جت بدري واول واحدة هي اللي عزمت عليه وقالت. فهو ايه لما شاف الموضوع ده قال ايه، فخر الرجل وسجد للرب وقال مبارك الرب إله سيدي إبراهيم الذي لم يمنع لطفه وحقه عن سيدي
إذ كنت أنا في الطريق هذاني الرب إلى بيت إخوة سيدي. لما جي سألها أنت منين؟ ده أنت ولاد أخواته، ده أنت من العيلة، ده هي دي. طيب ده في حاجات تانية كمان، يعني الوقت مش هيسعفني، وهي عمالة تكبله وتروح ترمي تكب مية للجمال، وهو قاعد بيتفرس وساكت. ساكت ليه؟ يا إما بيقول سبحان الله مش ممكن إيه اللي بيحصل ده، يعني بجد اللي بيحصل ده أنا لسه بقول يا رب، لو لسه بفكر فيها لقيته بيحصل قدامي، فكان بيتفرس في اللي هي بتعمله وهو مسؤول. طيب أهل الزوجة كانوا كمان مشجعين ومباركين لعمل ربنا. أبوها اسمه لابان وأخوها اسمه بتوئيل، فأجاب لابان وبتوئيل قائلا من عند الرب خرج الأمر، لا نقدر أن نكلمك بشر أو خير، هو ذا رفقة قدامك، خذها واذهب فلتكن زوجة لابن سيدك كما تكلم الرب. هم كمان ما حطوش إشارات حمراء في وش الطريق اللي ربنا فاتح فيه إشارات خضراء. إسحاق قبل ما يبقى زوج مثالي كان ابن مثالي. عارفين لما إبراهيم قال له تعالى هنعمل محرقة وخده معاه، لو كان ابن مشاكس قال له فين وأبوه عجوز، أبوه عجوز، يلا شيل معايا، يلا شيل الخشب المحرقة، يلا تعالى نطلع الجبل. فلما يقول له فين المحرقة، والراجل العجوز الشيخ هيقول له إيه؟ ربنا يلاقي له محرقة. لو ابن مشاكس هيقول لي انت راجل كبرت ومش عارف انت بتقول ايه، مش عارف انت بتعمل، هنطلع ازاي يعني؟ هو مفيش غير انا وانت، فين المحرقه؟ لما طلع وابتدى ابراهيم يجهز المذبح ويربطه، برضه لو ابن مشاكس انت بتعمل ايه؟ هيزق ويطلع يجري، ما كانش هيبقى اسحاق بقى اللي احنا شايفينه دلوقتي. فهو ابن مثالي لدرجه انه صار رمز مثال للمسيح، ان هو كان صاعد شايل خشب المحرقه وطالع وتقدم على المذبح وتكتف كشاه سيكا الى الذبح. بس قبل ما يحصل الملاك ظهر لابراهيم وقال له استنى، ما تعملش حاجه سيئه، لا تفعل سوء بابنك، وقدم له المحرقه هو اللي جاي من عند ربنا. طيب الزوجه دي بقى حكايه، الرفقه دي يعني لو قعدنا نتكلم فيها مش هنديها كتير، مش هنديها حقها. طيب شوفوا بقى، فهي لما جه طلب منها في الاول فهي ايه؟ فقالت اشرب يا سيدي، واسرعت وانزلت جرتها على يدها وسقطه، سقطه من جرتها. يعني انتوا عارفين يعني لو حد تاني هات انا كوبايتك، طيب ميه في كوبايتك، لا ده هي خد اللي معايا خده. ولما فرغت من سقيه قال استقي لجمالك ايضا، هو ما سالهاش، هي اللي قالت لوحدها، اتبرعت واستنى الجمال الكتير دول كمان حتى تفرغ من الشرب. فأسرعت وأفرغت جرتها في المسقاة، وعاء كبير الجمال هتشرب منه، ورقدت أيضا إلى البئر لتستقي كمان لحد لما يخلصوا كل جمال تاني، فاستقت لكل جمال، والرجل يتفرس فيها صامتا، اللي هو بيتفرج كده بس وعينه عليها رايح جاي مركز ليعلم أنجح الرب طريقه أم لا. معقول اللي بيشوف ده ربنا خلاص بيعمل اللي أنا بعمله، يعني بيأيد اللي أنا بعمله بالشروط اللي أنا قلتها، خلاص بتحصل الاتفاق ما بيني وما بينه بيحصل. وقالت له كمان هو طلب مية بس لنفسه، وقالت له عندنا تبن وعلف كثير ومكان لتبيته أيضا. ده إيه ده؟ انت مش بس ميه ليه، لا ده هو سألك ادينا اشرب، انت تشرب وجمالك تشرب وجمالك تاني، وعندنا اكل ومكان تبيتوا فيه، تعالوا انت وجمالك. طيب في شويه صفات كده هنلاقيها فيها، لو موافقين على الصفات دي ممكن وممكن تقولوا كمان في ايه اتضاع، هل فيها اتضاع؟ اشرب يا سيدي، صح؟ واحد راجل ما تعرفوش اول مره تشوفه، جديه واجتهاد، بتجري تاني لحد ما هم يخلصوا شرب اجر انا واملى تاني، بذل وعطاء. ده هو قال لها عاوز اشرب كل ده. طيب اداب الحوار، سعي في الخدمه،
طبعا إرادة منفردة للخدمة دون أن يطلب منها أحد. ده هو لو كانت ادته شوية مية ومشيت كانت خلاص كده أنا عملت اللي عليا خلاص، إنما ما كانتش هتبقى الرفقة اللي احنا عارفينها. طيب طيب فوق كل ده ايه بقى؟ الكتاب المقدس تخيلوا لما يقول عنها فوق كل الحاجات الصفات الحلوة دي، وكانت الفتاة حسنة المنظر جدا وعذراء لم يعرفها رجل. ايه ده من كله؟ ربنا لما بعت حاجة. طيب حاجة ظريفة لما خلصوا وتقدم لها واخدها من بيت اهلها وراجعين وهي راكبة على الجمل ورجع تاني شافت حد من بعيد. عارفين لما ربنا بيوفى وبيحضرها لآدم وبيحضر آدم ليها حاجة مشابهة جدا حصلت. ورفعت رفقة عينيها فرأت إسحاق، هي لسه ما تعرفوش وما شفتوش ولا مرة، فنزلت عن الجمل وقالت للعبد من هذا الرجل الماشي في الحقل للقائنا؟ فقال العبد هو سيدي. فأخذت البرقع وتغطت، اللي هو يعني فرحة بتداري فرحتها مبسوطة مكسوفة، هو أحضرها ربنا نزل. ثم حدث العبد إسحاق بكل الأمور التي صنع. كان في الوقت ده أم إسحاق لسه ميتة، كان زعلان جدا وكان إبراهيم زعلان جدا، فواحد إنسان لسه أمه ميتة، فأدخلها إسحاق إلى خباء سارة أمه وأخذ رفقة فصارت له زوجة وأحبها. فتعزى إسحاق بعد موت أمه، إنها من حب ليها كانت قادرة، أو الحب ده كان قادر إنه يخليه يديله تعزية عزاء فرحة بعد حاجة محزنة ليه زي موت أمه. طيب في صلاة الإكليل الأب الكاهن بيقعد بيصلي بيقول حاجات كتير ليها دعاء لربنا بأنهم يديهم فرح ومجد ومسرة وبهجة وسلام وبركة وتقديس، حاجات كتير قوي. ليه في مشاكل؟ مش خلاص ما احنا صلينا لربنا وقلنا له اديهم مجد وكرامة وفرح ومسرة وبهجة وقدسهما ايها الروح القدس، فين وباركهما ايها الابن الوحيد؟ ليه في مشاكل؟ طيب فكر ربنا في وضع شروط البركة. وقال الرب لإبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك، شرط حاجة تعملها، ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. دي حاجة صعبة لإبراهيم، حاجة مش عاوز يعملها. إيه اللي هيحصل البركة؟ فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، أنت نفسك هتكون بركة بيك، تتبارك الشعوب. جميل المسيح. طيب في صلاة الإكليل برضو في وصية الزوج، متى قبلت ما أوصيت به أخذ الرب بيدك وأوسع في رزقك وأعطك أولاد من الأرضين يكون كرة عينك وخلافه ويكر بيمك. طيب يعني في بركة وتقديس وفرحة موجودة، بس انت تجتهد علشان خاطر تاخدها، موجودة بتاعتك بس مقفول عليها في النيش. عارفين النيش اللي محدش بيلمسه اللي موجود في مصر ده؟ البركة موجودة انت واخدها، التقديس موجود انت واخده، بس لازم تسعى، لازم تجتهد تعمل حاجة عشان تاخده. نفس الكلام للزوجة، فإذا سمعت ما أوصيناك به واتبعت جميع الأوامر أخذ الرب بيدك ووسع في رزقك. الوصايا دي أنا مش عارف هل كلنا في صلاة الإكليل بتاعنا بنبقى مركزين فيها بكل حواسنا وسمعينها وفهمينها، ولا مثلا مشغولين في حد بيكلم حد بنسلم على حد واقف ورا المصورات قايل لنا نبص الجهة التانية على أبونا ونضحك ونعمل الدبلة كده. ركزوا في اللي وراكوا حاجات تسمعوها، ده الحاجات دي هتمشوا عليها طول عمركم. في اباء كهنه جمال يجوا في صلاه الاكليل كده يكون مثلا لحن بيتقال او حاجه، يجوا يوشوشوا العريس والعروسه. ارجوكم حافظوا على الطقس ده اللي انا هقوله لكم، او الروتين اليومي ده.
دايما على الاقل دايما دايما مهما كان السبب صلوا مع بعض مره في اليوم. ليكوا صلاه كل يوم تقفوا فيها سوا. ولو بقى معاكم اطفال الاطفال معاكم ليكوا مره تقعدوا تاكلوا مع بعض في اليوم على الاقل مره واحده، مش لازم فطار غدا عشاء، وجبه واحده. تستنوا بعض لما تيجوا من الشغل بالليل ايا كان، رتبوا وقتها بس واحده بس هتقعدوا سوا هتتكلموا، هيبقى في تقارب. طيب المشاكل احنا قلنا ان في مجهود بشري بيحصل وفي عمل الهي، والعمل الالهي والبركه الالهيه مش هتحصل عليها من غير المجهود البشري اللي وراها. طيب فعارفين لما ربنا بيقول ها انا ذا واقف على الباب واقرع ان فتح لي احد، انا واقف وبخبط، مش واقف وبس مستنيك تفتح، لا ده انا بخبط بنبهك ان انا موجود. ممكن احداث كتير في حياتنا تكون هو ده القرع بتاع ربنا ان هو ينبهنا ان هو موجود. ان فتحت، طب افرض ما فتحتش، ينفع نقول يا رب طب ما انت قدرت تدخل والابواب مغلقه للرسل، ما الرسل كانوا واقفين في العليه وواقفين كل الابواب وانت دخلت، والكتاب بيقول والابواب مغلقه، ما تدخل قلبي والابواب مغلقه، ادخل حياتي الاسريه والابواب مغلقه. طب ما انت دخلت قلب بولس الرسول شاول، لما كان شاول كان قلبه مغلق وانت كان باب قلبه مغلق وانت خبطت، ما خبطتش انت دخلت على طول. طب ما تعمل كده، لا في شروط، لازم تجتهد، لازم ترفع الحجر عن باب القبر علشان خاطر انا بركي. طيب الزواج المسيحي علاقه مثلثه ما بين الزوج والزوجة وربنا، كل ما يقربوا لربنا حتى لو هم بعاد عن بعض بس ماشيين لهدف واحد هتلاقيهم هم بيقربوا لبعض. عارفين لو هنتخيل مثلث كده له راس واحدة والطرف ده الزوج والطرف ده الزوجة وهم بعاد عن بعض بس هم الاثنين ماشيين اتجاه النقطة اللي هي راس المثلث هتلاقيهم بيقربوا لبعض لوحدهم. عارفين المثل بتاع بيت على الصخر وبيت على الرمل، المسيح قاله لو هناخده بالمفهوم الحياة الزوجية إن ممكن البيتين يبقى شكلهم حلو من بره، ممكن يبقى البيت اللي على الرمل شكله أحلى والديكورات الخارجية بتاعته أحلى فانسي ومليان ديكوريشن حلوة، والبيت اللي على الصخر على الصخر